ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، اللهم فقهنا في ديننا وفيما أقمتنا فيه من أمور دنيانا وأخرانا يا رب العالمين، ووفقنا وسائر المسلمين وأمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ما تحب وترضى، وارحمنا وارحم مشايخنا وعلماءنا ووالدينا وذريتنا وأحبابنا وجيراننا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى جميعا ونفعنا الله بعلومهم في فقه السادة الشافعية. ونحن كنا بدأنا في مواقيت الصلاة وانتهينا من ميقات صلاة الظهر، وهي أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بها، بدأ بالظهر لظهورها ولأنها أول صلاة فرضت. ثم بعد ذلك وقفنا على وقت العصر، فيقول والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. وللعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو فعلها أول الوقت، والثاني وقت الاختيار وأشار له بقوله وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، والثالث وقت الجواز وأشار له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس، والرابع وقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار، والخامس وقت تحريم وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. هذا كلام المصنف وهو القاضي أبي شجاع، والشارح وهو ابن قاسم الغزي. نقرأ الحاشية فيقول والعصر، كان الأولى أن يقول فالعصر لأنه قال الظهر فيقول فالعصر، لأن الفاء تفيد التعقيب بحيث والترتيب بحيث أن ما يبقاش في بينهم حاجة، إنما الواو لمطلق العطف فقد لا تقتضي الترتيب، فده مجرد إيه يعني اعتراض لغوي. كان الأولى أن يقول فالعصر بالفاء المفيدة للتعقيب، إشارة إلى أنه لا فاصل بينهما، وهي الصلاة الوسطى، يعني العصر هي الصلاة الوسطى. فيها أقوال كثيرة، الراجح أنها الصلاة الوسطى على الأصح من أقوال لصحة الحديث به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، في الحديث الصحيح كده في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، فدل على أن هي تبقى العصر، فخلاص توقفت الأقوال لورود هذا الحديث الصحيح فيه. وإن كان في أقوال أخرى قالت أنها صلاة الصبح لأدلة عندهم، وبعضهم قال هي الظهر، وبعضهم قال هي العشاء، فالمهم الخمس صلوات قيل أنها الوسطى، فبرضو الخلاف ده يفيد أن الإنسان يحرص على كل الصلوات الخمس، يعني الإنسان يستفيد من هذا الخلاف أنك تحرص على كل الصلوات الخمس. لكن العصر فيها خاصية كالفجر أنه يحضرها ملائكة الليل والنهار، فهي صلاة مشهودة كصلاة الفجر، وأنها تكون في وقت راحة الناس فلا يحضرها إلا المخلص اللي هو حريص على طاعة الله، لأن تملي يكون الإنسان انتهى من عمله أو في أواخر عمله ويكون ابتدى يبقى تعبان ومرهق، فممكن يكسل ويقول أنا أنام شوي، لكن الإنسان اللي حريص على طاعة رب تلاقيه يقاوم نفسه ويحضرها. هي والفجر فيها نفس الخاصية. فيقول نعم في ناس قالوا الصلاة الوسطى هي الصلاة على النبي، لكن ايه دي اشارة بمعنى اشاري، خد بالك ان المعنى الاشاري المفروض الا يكر على الظاهر بالبطلان، لان الله سبحانه وتعالى يقول ايه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اصل قالوا الوسطى هي الصلاة العظمى لان اوسط الشيء اعظمه، كده برضو أوسط الشيء أعظم، فقالوا الصلاة العظمى هي صلاة الله على نبيه فلا أعظم منها، مش كده برضو إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين صلوا عليه وسلموا، فده معنى إشاري لطيف، لكن لورود الظاهر على خلافه فما نخلوش دليل، لأن الصلاة على النبي لها فضائلها المشهورة بغير هذا الدليل، فهي مش مفتقرة للدليل ده، يعني إننا نقصره عليها. لكن بعد أنا سمعتها من بعض الصوفية قالوا عليها كده، لكن انا الحقيقه ما املش للدليل ده
من الآية دي، لأن في أدلة كثيرة على أن الصلاة على النبي لها فضيلتها العظمى ولها فوائدها الكثيرة وغير. ما ناخدش بقى الدليل ده كمان نقوم إيه نفرغه منه، بالإضافة لأن الصلاة نفسها فيها الصلاة على النبي. الإمام الشافعي جعل الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وهو الوحيد في المذاهب الأربعة اللي جعل الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، بحيث لو لم تصلي عليه بطلت صلاته، فهي برضو داخلة فيها على أي حال. فالصلاة على النبي داخلة في الصلوات الخمس، كويس؟ والله أعلم. كان الأولى أن يقول فالعصر بالفاء المفيدة للتعقيب إشارة إلى أنه لا فاصل بينهما، يعني بينها وبين الظهر يعني، وهي الصلاة الوسطى على الأصح من أقوال لصحة الحديث به وقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، سيدتنا عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، لها قراءة شاذة وردت عنها هي بس ولم يوافقها عليها التواتر، إن إيه كانت تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي رواية تانية عنها وصلاة العصر بالعطف كده، فدي زيادة منها لم يوافقها تواترا فلم تثبت قرآنيتها، لكن ثبت خبرها كالحديث، صارت خبرا ولم تصر قرآنا، لأن القرآن يشترط فيه 3 شروط. القرآن علشان تقول ده قرآن يشترط فيه 3 شروط. بيقول إيه؟ إذا وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح قرآنا وصح إسنادا هو القرآن. صح إسنادا تواترا يعني. ده كلامه في طيبة النشر. يبقى القرآن يشترط في 3 شروط. إذا وافق وجه نحو يبقى لازم يوافق وجه نحو، ما يجيش واحد مثلا يقول لك قراءة وتكون نحويا لا تجوز في وجوه النحو كلها. يبقى لازم يوافق وجه نحو. إذا وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي، يبقى الرسم العثماني يطابقه. زي مثلا ايه؟ يرسل الرياح نشرا، نشرا، بشرا، لو شلت النقط كلها واحدة في الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني بلا نقط، فتلاقي نشرا وبشرا وبشرا كلها تتكتب كتابة واحدة، يبقى دي وافقت الرسم، مش كده برضو؟ وبعدين وافقت الوجه النحو، وبعدين صحت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت إسناد، يبقى ده القرآن. إذا وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني الرسم العثماني، وصح إسنادا يعني تواترا هو القرآن. هذه الثلاثة الأركان، وحيثما اختل ركن فاثبتي شذوذه لو أنه في العشرة. أي الكن، يبقى لو اختل أي ركن في ال3 أركان دول نقول عليها قراءة شاذة. قراءة شاذة يعني لا يصح أن تقرأها كقرآن، ولا أن تبلغها للناس أنها قرآن، ولا أن تقرأها في صلاتك أنها قرآن، ولكن يصح أن تبلغ للناس أنها حديث، كأنها حديث بقى، كويس؟ لأن قد يختلط على الإنسان. يمكن السيدة عائشة تقصد تفسير، قالت للي بيكتب قرآن اكتب كده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اكتب صلاة العصر، يعني بين قوسين يعني، كأنها بتقول له تفسير، فيحتمل هذا، ما يحتملش أنها بتمليها له قرآن، مش كده برضه؟ فطالما احتمال وبعدين ما وافقهاش الأسانيد يبقى هي خبر. ادي السبب اننا لا نثبتها قرآن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، دي رواية السيدة عائشة اللي احنا قلنا عليها قراءة شاذة. والذي في شرح الخطيب، الخطيب الشربيني له شرح ايضا على متن الغاية والتقريب، قال انها قالت، اسمه الاقناع، اسمه الاقناع، كتاب اسمه الاقناع في شرح ايه متن ابي شجاع للخطيب الشربيني. والذي في شرح الخطيب أنها قالت لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر. يبقى مرة رواية ثبتت بغير العطف الصلاة الوسطى صلاة العصر، ورواية عنها قالت بالعطف وصلاة العصر. فيبقى عشان نفهم الروايتين ممكن نقول إن الواو دي عطف تفسير، عطف تفسير تحتمل، لأن العطف يحتمل التفسير أيضا. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو احنا نصدقها، امنا سمعتها من رسول الله، يعني سمعت من رسول الله ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كلامها صح برضو، لكن اللي رواها على انها قرآن هو ده الخطأ بس، لكن هي بتقول كلام صح، هي سمعت من النبي ان الصلاة الوسطى صلاة العصر، فربما ارادت تفسير لها.
فلعلهما روايتان، لكن الرواية الأولى صريحة في أن الصلاة الوسطى بغير واو، صريحة في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلتحمل الرواية الثانية على أن العطف للتفسير، وإن كان ظاهره المغايرة، وإن كان العطف ظاهره المغايرة، إلا أنه قليلا ما يستعمل للتفسير. فلو ورود رواية بغير واو العطف يبقى نحمل أن الواو هنا للتفسير، حتى استدل بها على أنها غير العصر. يعني الرواية الثانية اللي قالوا وصلاة العصر، قالوا طالما معطوفة والعطف يقتضي المغايرة غالبا يبقى هي غير صلاة العصر. فاللي قالوا أن صلاة الوسطى غير صلاة العصر استدلوا بالرواية الثانية لسيدتنا عائشة أن العطف غالبا ليس للتفسير ولكن للتغيير، يبقى قالوا لا، يبقى مش هي صلاة العصر. كل دي مناقشات، لكن هي خلاص حديث النبي اللي احنا قلناه في الأول صلى الله عليه وسلم حسم الأمر. وقيل انها الصبح، قيل ما يقول لك قيل برضه يبقى ده للتضعيف، يعني تملي لفظ تضعيف، يعني كانه قول ضعيف. واللي قالوا اكيد ما وصلوش الحديث، يعني ربما يكون لم يصله الحديث. وقيل انها الصبح لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، اذ لا قنوت الا في الصبح. عندنا عند الشافعية كده عندهم القنوت في الصبح على طول. قالوا طالما ربك بيقول وقوموا لله قانتين والقنوت لا يكون الا في الصبح، يبقى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة الصبح. وهذا مبني على أن القنوت بمعنى الدعاء والثناء، فإن قلنا إنه بمعنى العبادة مطلقا والطاعة فلا دلالة فيه على ذلك. يبقى إيه؟ خلص مناقشة إن الصلاة العصر هي الصلاة الوسطى ولا ليست الصلاة الوسطى، خلص المناقشة دي، يدخل في موضوع تاني. الشارح قال إيه؟ أي صلاتها، أي صلاة هي هي، يعني لأن العصر ده اسم وقت، والوقت أصلا مش صلاة، الصلاة فعل، فإزاي يطلق الوقت على فعل؟ مش كده برضو؟ فقال يعني هي صلاة العصر، يعني العصر ليس كلام وقت بل هي صلاة التي تؤدى في وقت العصر. فهمت إزاي؟ أدي معنى كلامه يعني. أي صلاة هي هي، فالإضافة للبيان، يعني هي صلاة العصر، تكون صلاة العصر. وأنس الضمير هنا مع تذكيره فيما سبق إشارة إلى جواز التذكير والتأنيث في كل مرة، يعني من ذكر قال إيه؟ ذكرها على اعتبار الوقت، تقول هذا الوقت، مش كده برضه؟ ذكرها على اعتبار إنها تبقى الوقت، أو أنسها على اعتبار الصلاة. فهمت إزاي؟ فعشان كده يجوز فيها التذكير والتأنيث. وسميت بذلك، ليه سميت بذلك العصر بقى؟ وفي بعض النسخ سميت بذلك بلا واو، سميت بذلك مش وسميت بذلك، يعني في بعض النسخ سميت على طول بلا واو عطف. وأي بلا واو، أي وسميت الصلاة بلفظ العصر وقوله لمعاصرتها وقت الغروب، أي مقارنتها له. تقول فلان عاصر فلانا إذا قارنه، لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة، مقاربة يعني مقاربة الوقت. قال ابن حجر، ابن حجر الهيتمي، لما يكتب ابن حجر في كتب الفقهاء الشافعي، ابن حجر الهيتمي من أصحاب الوجوه، مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني يعني صحيح شافعي وكل حاجة، لكن غلب عليه الحديث فما بيكتبوهوش ايه في كتب الفقه، لأنه غلب عليه صنعة الحديث، وإن كان فقيه قاضي، فقيه شافعي وقاضي. قال ابن حجر: ولو قيل لتناقص ضوء الشمس منها حتى تفنى كتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتى تفنى لكان أوضح. يعني كان يقول كان أفضل بدل ما يقول العصر من معنى المعاصرة وهي المقارنة بمعنى المقاربة وده بعيد، فكان الأحسن يقول إن العصر لأنها تعصر الشمس، أي تقضي على الشمس وتفنيها تدريجيا حتى تغرب، مش كده برضو؟ جاية من عصر الثوب الذي يخرج منه الماء تدريجيا حتى يجف. فبيقول ده كلام مين؟ سيدنا ابن حجر الهيثمي، الهيثمي والهيثمي تنفع بالتاء والثاء، والمشهور كان مشايخنا يقول لك الهيثمي يعني في الدروس كده، لكن بتتكتب هيثمي وهيثمي تنفع صح. قوله: وأول وقتها الزيادة، يعني وقت العصر أول وقتها
الزيادة أي وقت الزيادة، فهو على تقدير مضاف، فوقت الزيادة من وقت العصر على المعتمد، وقيل من وقت الظهر، وقيل فاصل. الزيادة على ظل إيه؟ الشيء مثله، مش كده برضو؟ الزيادة على ظل المثل. احنا قلنا ان وقت الظهر بيبقى امتى يجي؟ نقول تاني، الشمس بتشرق من الشرق، تبتدي تشرق من الشرق كده، لو متخيل انت في عصاية في ارض مستوية مغروزة على الارض زاوية قايمة، يبقى وهي بتشرق بترتفع، يبقى ظلها طويل جهة الغرب. كل ما ترتفع الشمس كل ما الظل يقل ويبتدي تطلع من الشرق، يبقى ظلها في الغرب. ايوه، يفضل بقى الشمس قاعده تطلع من شروق الشمس، يفضل الظل يقصر 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 لحد ما تبقى الشمس عموديه. اول ما بقت عموديه يبقى اقصر ظل، اقصر ظل. لا، ما هو اصل ما فيش ظل، دي عايزه تبقى عموديه راسيه على الارض بالظبط، والارض اصلها مدحيه. فبتلاقي ملهاش ظل في يومين في السنه بس في مكه، في يومين في السنه بس في مكه، اللي هو أطول يوم 26 يوم قبل أطول يوم، و 26 يوم بعد أطول يوم في السنة. تحسب أطول يوم في السنة تشوف المغرب بيدن إمتى والفجر بيدن إمتى، وتطرحهم من بعض، واخد بالك إزاي؟ أما يبقى أقصر ليل يبقى التاني أقصر أطول يوم، فتجيب أطول يوم ده تخصم 26 يوم قبله، يبقى ساعتها ما لا ظل في اليوم ده لا في الزوال، و 26 يوم بعد زي ما قلنا في الدور اللي فات. لكن في مصر لا، ظل الزوال بيختلف حسب شهور السنة القبطية اللي هي السنة الشمسية، لأنها ثابتة، وعمل لها بيت شعر كده كنا شرحناه، الإمام السيوطي كنا قرأناه. لكن على أي حال أكثر ظل، إحنا ملناش دعوة، سهلة، أنت شوف أكثر ظل، لأن أنت ممكن تبقى في الشمال في الجنوب في أرض بتاع وهكذا، أرض مدحية أصلا. فالمهم لما يبقى أكثر ظل بقى خلاص، وبعدين تبتدي الشمس تروح نازلة من الزاوية 90 في كبد السماء حركة درجة واحدة، يروح الظل يلتفت إلى جهة الشرق، أول ما يلتفت ده وقت الظهر، يأذن للظهر. كويس؟ ده اسمه ظل الزوال، التفت بقى. خد بالك إزاي؟ يفضل الشمس تنزل ويبتدي يبقى فيق، ما يبقاش ظل بقى. إحنا قلنا يبقى فيق بعد كده. سموه فيق. عشان يفرقوا بين الظل والفيق، لأن الفيق يزداد والظل يتناقص عكسه، لان ايه؟ الظل قاعد يتناقص لحد ما وصل للزوال، الفيء يزيد لحد ما تغرب. كويس؟ في الجهه الثانيه، لكن المعنى واحد. فيبتدي الشمس تنزل من كبد السماء في جهه الغرب، وظل الشيء يزداد، يزداد عن ظل ايه؟ الزوال، لحد ما يبقى مثله زائد ظل الزوال. فادينا مثال، قلنا لو العصايه دي طولها متر، ظل الزوال بتاعها 30 سنتي، يبقى اما تبقى متر و30 فيئها، يبقى خلص وقت الظهر وأذن للعصر، قوم أذن للعصر على طول، يبقى دخل وقت العصر. طيب هنا بقى بيشرح لك، بيقول لك إيه؟ بيقول لك وقت العصر هو الزيادة عن ظل، يعني أول ما يوصل تقوم إيه؟ تأذن، لأنه هيبتدي يزيد. طب هل الزيادة دي، لحظة الزيادة دي من وقت الظهر ولا من وقت العصر ولا هو حد فاصل؟ ثلاث أقوال. فهمت بقى المسألة الحتة دي؟ يعني هل الزيادة اللي هي لحظة الزيادة عن المثل دي لحظة كده لطيفة، اللحظة اللطيفة دي هل تعتبرها من وقت العصر ولا تعتبرها من وقت الظهر آخر وقت للظهر، ولا تعتبرها حد فاصل بين الظهر والعصر؟ لا ده ولا ده، حد فاصل بس بيفصل الوقتين. فإذا قلنا إن هي من وقت العصر أو حد فاصل، يبقى لو أخرت الجمعة لحدها بطلت الجمعة. واخد بالك إزاي؟ ولو قلنا إن هي من وقت الظهر يبقى صحت الجمعة لو أخرتها إلى وقتها. بس فهينبني على المسألة دي الحتة دي بس. فأقرأ كلام الشيخ هنا بيقول إيه؟ وأول وقتها الزيادة، أي وقت الزيادة، يعني لحظة الزيادة. فهو على تقدير مضاف، فوقت الزيادة من وقت العصر على المعتمد، يبقى وقت الزيادة من وقت العصر، يبقى آخر وقت الظهر أن يصل ظل السيء مثله زائد ظل الزوال، ده آخر وقت الظهر. أول ما يزيد ولو ملي، ده من وقت العصر. شوف ملي مش سنتي، شوف قد إيه، يبقى إيه؟ فوقت الزيادة من وقت العصر.
على المعتمد، اول ما يقول لك على المعتمد يبقى اعرف ان في خلاف. فهمت؟ اتم في معتمد يبقى في غير معتمد، على طول تفهمها كده. وقيل الاقوال الثانيه المقابله، وقيل من وقت الظهر، يعني لحظه الزياده دي من وقت الظهر. وقيل فاصل، حد فاصل، يبقى ثلاث اقوال في المساله. وينبني على القول بانها من وقت الظهر اللي هو الوقت اللي هو القول الثاني أن الجمعة لا تفوت حينئذ، وعلى الأول والأخير، الأخير أنه فاصل والأول أنها من وقت العصر تفوت، تبقى الجمعة فاتت. وقوله على ظل المثل أي غير ظل الاستواء، اوعى تنسى، يعني الشيخ بيفكرك غير ظل الاستواء، يعني إذا كانت العصاية متر يبقى لازم يزيد عن متر وثلاثين، على اعتبار أن ظل الزوال هو إيه، أو ظل الاستواء هو الثلاثين سنتي مثلا، إن كان عنده ظل. وإحنا قلنا إن في طريقة سهلة، وأنت في أي أرض ما تعرفش الشمس بتطلع منين ولا بتغرب منين، يعني لسه صاحي من النوم في وسط النهار كده، وفي أرض ما تعرفهاش اتجاهاتها، اغرس عصاية وشوف، وشوف ظلها، لقيته وعلم على رأس الظل، لقيته بيزيد يبقى لسه الظهر ما إيه؟ يبقى الظهر ادى، لقيته بيقل يبقى الظهر ما ادانش. خدت بالك؟ لقيته بيزيد يبقى الظهر جدا خلاص، يبقى انت بين الظهر والعصر او عديت العصر، فلقيته زايد قوي يبقى فات وقت الظهر وداخلين في وقت العصر كمان، لقيته بيقل يبقى انتظر بقى شويه لحد ما يقف في القله واعرف انه في دي جهه الشرق، ان دي جهه الغرب. سهله؟ لان الظل اللي جهه الغرب هو اللي بيقل، والفيء اللي جهه الشرق هو اللي بيطول. يبقى انت بالطريقه دي عرفت الغرب من الشرق وانت قاعد، بسهله بعصايه تروح غارزها. سهله الحكايه دي؟ لان مهمه الحاجات دي حتى لما تتوه في الصحراء. لما تجاهد بقى في سبيل الله ان شاء الله وتفتح البلدان كده وتبقى يعني سيف الله المسلول، يبقى تعرف الحاجات دي، حتى لما تفتح البلاد تعلم الناس الدين وتعلمهم ازاي يصلوا وازاي يصوم. انما دلوقتي جيوش المسلمين لو فتحوا البلاد بيعملوا ايه؟ بيغتصبوا النساء ويسرقوا السوبر ماركت ويحرقوا الاتوبيسات. فعلشان كده ربك وقف الجهاد، لان مفيش الجندي اللي يصلح ان يمثل الاسلام. اه للاسف. فربنا ينجينا، احنا عايزين بقى الجيش اللي هو يفتح البلاد ينشر الاسلام وينشر الفضيله وينشر الفضائل ويعلم الناس القران ويعرف احكام دينه ويتقي الله في الناس. فربنا يعلمنا. اسال بقى اهل ثقه. اهل اسال اهل ثقه. بيقول هنا بقى وللعصر خمسة أوقات، بيقسموا بقى وقت العصر ده إلى خمس أوقات، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة، وقت حرمة. وقت فضيلة اللي هو أول الوقت، أول ما يأذن بقدر الأذان والوضوء وصلاة السنة القبلية والإقامة وتصلي أربع ركعات، يبقى ده وقت الفضيلة. خلصنا الوقت ده اللي هو يسع الحاجات دي كلها، يبقى انتهى وقت الفضيلة. كويس؟ وقت الاختيار من أول وقتها، يعني يدخل في وقت الفضيلة ويمتد بقى يزيد عنه إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه غير ظل الزوال. بعد كده نيجي وقت جواز بلا كراهة، ياخد برضو الوقتين الأولانيين لأنه بادي من الأول من أولها، ويزيد عن وقت الاختيار إلى وقت الاصفرار، يبقى بعد ما يظل الشيء مثلي إلى وقت الاصفرار، يبقى ده وقت جواز بلا كراهة. اصفرت الشمس دليل إنها خلاص ضعفت ودخلها الشيخوخة وقربت تموت، هتغرب بقى، يعني الوقت نفسه قرب يموت كمان، الحقه بقى انقذه بقى. فهمت ازاي؟ لأن احنا قلنا إن الشمس من طلوعها كأنها ولادة، فبتعرفك عمرك، كأن اليوم ده ربنا بيختصر لك عمرك كله، بيفكرك بولادتك وبعدين صباك وبعدين شبابك وقوتك وبعدين ضعفك وهرمك وموتك، كل يوم بيفكرك. فيبقى الوقت نفسه برضه له حياة كده، يبتدي الأول ضعيف فيقوى يقوى يقوى، وبعدين يضعف يضعف وينتهي يجي الوقت اللي بعده. يبقى أول ما اصفرت يبقى الشمس قربت تغرب، قربت ينتهي الوقت، قربت تموت، الحقها بقى قبل ما تموت. عشان كده يقول لك بعد الاصفرار وقت ايه؟ جواز
بكراهة. يبقى يجوز أنك تأخرها إلى ما بعد الإصفرار، إلى ما قبل غروب الشمس بقدر يسعها، بقدر يسع 4 ركعات بس، ولكن هذا جائز مع الكراهة. كويس، مع الكراهة. وصلنا بقى إلى وقت الحرمة اللي هو الوقت الذي يحرم تأخيرها إليه، اللي هو وقت لا يسعها كلها، يعني تدرك منها ركعة، تدرك منها ركعتين ويدن عليك المغرب وانت في التشاور الأوسط أو قبل ما تسلم أو كده، يبقى ده وقت إيه؟ حرمة، يعني وقت حرمة، مش حرام تصلي، حرام تأخرها ليه يعني، حرام. والإضافة هنا لقبل ملابسة، لأن يحرم تأخيرها لا يحرم أدائها، لا ده واجب أدائها لكن يحرم تأخيرها إلى هذا الوقت. ده باختصار الأوقات بتاع العصر، نشوف الشيخ قايل فيها إيه. استنى يا عبد الله نخلص الحتة دي. فبيقول أحدها: وللعصر 5 أوقات وأسقط سادسا، وهو وقت الضرورة. قال لك إن في سادس حقه كان يزود عليه، يقول وقت الضرورة، وهو آخر الوقت بحيث تزول الموانع. وقت ضرورة يعني إيه ضرورة؟ أنت كنت نايم، والنائم ده ربنا سبحانه وتعالى لا يسأله عن تكليف، لكن بمجرد ما تستيقظ زال المانع. فاستيقظت لقيت فاضل 2 دقيقة والمغرب يدن، يبقى وقت ضرورة ده، الحق بقى، مش تقوم بقى تتمطع ومش عارف تدعك سنانك وتجيب أكل وتشرب الشاي وتتصل بالتليفون وبعدين تضيع، ما ينفعش. يبقى هنا زال المانع يعني انتبهت، يبقى ساعتها على طول تقوم يعني تجري. حتى نقول لك اتوضى الوضوء الفرد بس، ما تتوضاش السنن، يعني اغسل وجهك على طول مره، دراعك مره، دراع التاني مره، مسحه راس مره، الرجل كل واحده مره، وانوي وانت ما تنشفش نفسك، من غير ما تنشف نفسك، عايز تنقذ العصر لانه بقى وقت ضروره. فهمت ازاي؟ تروح ناوي كده على طول، مجرد تطلع من مكان الوضوء تقف كده في حته طاهره، الله اكبر، وما تقولش كمان وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض، ولا تقول دعاء التوجه، ولا حتى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، على طول عايز تنقذ نفسك، ما المغرب هيبدا. فهمت ازاي؟ تقرا الفاتحه بس، خلصت الفاتحه ما فيش وقت للسوره، الله اكبر، تركع. وبعدين تسبح تسبيحه واحده براحه او 3 تسبيحات بالسرعه المعتاده، وبعدين سمع الله لمن حمده، وبعدين ترك تسجد، تسبح تسبيحه واحده او 3 تسبيحات وتقعد وتسبح تاني وتقوم. ليه؟ عايز تنقذ المساله، ما تعملش الا الفرائض بس. يبقى ده اسمه وقت ضروره لزوال المانع. فهمت بقى ازاي؟ يعني افرض كنت في عربيه وفي اشاره والدنيا مقلوبه وحد من المسؤولين الكبار هيعدي فوقفوا الشارع، وانت لقيت نفسك محبوس في العربيه لحد ما المسؤول الحمد لله ربنا كرمه ونتعه بالسلامة وعد، فضيعت ساعة ونص ساعتين وانت ما صليتش العصر يا مسكين، قاعد كده. فأول بقى ما الطريق يمشي تروح راكن العربية في أقرب ركنة وتنزل على طول، تنط تلحق جامع ولا حاجة، تتوضى تلحق بقى، زال المانع. لأن هتعمل ازاي انت، ما انت محبوس. خلاص يبقى تصليها لما يمشي، ويبقى التأخير الإثم على اللي أخروك. هل في صلاة كيفية لا ما يعيدش، لا لأنها تسقط الأداء، سقط صحيح. بيقول يعني هل أنا لو صليت بالطريقة دي اللي هي الفرائض بس، هل ده يجعلني أعيدها تاني في وقت العصر تاني يوم تاني صلاة مثلها يعني بقى بس بتؤدى؟ لا، ما فيهاش حاجة، لأنها صلاة صحيحة. ودي ميزة معرفة الأركان، إن الإنسان يلجأ إليها عند الضرورة، إن يعمل الأركان عند الضرورة، ويعرف أركان الوضوء برضو مهم علشان يترك السنن عند قلة الماء أو ضيق الوقت، عند قلة الماء أو ضيق الوقت. افرض مية قليلة، لو عملت كل فرد مرة مرة هتكفيني أتوضى، لو عملت 3 واتمضمضت 3 واستنشقت أجي على الحد راسي خلصت المية، فما ينفع. يبقى لو إذا قل الماء أو ضاق الوقت اعمل فرائض الوضوء بس، واخد بالك؟ فادي ايه بيقول لك، علشان كده كان حقه يضيف سادس اللي هو وقت الضروره غير ال5 اوقات اللي قالهم. لكن على اي حال يعذر المصنف، لان المصنف اساسا كان عامل مختصر، ما كانش يقصد يعمل كتاب متسع، يعني متن الغايه والتقريب ده عمله المصنف القاضي ابو شجاع للاطفال، لاطفال المسلمين يحفظوه، علشان كده كان اطفال المسلمين يحفظوه خلاص،
وبعدين لما لقوه مفيد بدأوا يشرحوه، فلما ابتدوا يشرحوه ابتدوا ينبهوا الحتة المختصرة اللي فيها نوع من الإخلال بالمعنى للاختصار يعوضها في الشرح بقى، خد بالك ازاي؟ لكن هو يعذر لانه كان عامله للاطفال، يعني اطفال المسلمين يبقوا حافظينه كده، يوم الطفل لما يكبر يلاقي نفسه حافظ حاجه كويسه في الفقه كله، جميع ابواب الفقه، حافظ متن سليم، تقول له ايه انواع المياه التي يجوز التطور بها؟ يقول لك ماء السماء وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء المطر وماء البحر، يبقى ايه حافظ براباند عارف. انما الوقت لما تيجي تسال واحد ايه الميه اللي تتوضى بيها؟ يقول لك ميه الحنفيه. لما معلومه ضئيله ضعيفه، واخد بالك؟ ما هي صحيح ميه الحنفيه انا معاك، لكنها هي معلومه ضعيفه، مش كل، مش افرض ما فيش حنفيه، افرض الميه مقطوعه مثلا، فلازم يعرف انواع المياه وهكذا. فالمهم بيقول لك هنا ان هو اسقط سادسا وهو وقت الضروره وهو اخر الوقت، بحيث تزول الموانع والباقي منه قدر التكبيره، يعني تزول الموانع وباقي قدر تكبيره الاحرام فأكثر، قد ما تكبر بس تقول الله أكبر وتبتدي هتقول الفتحة يروح مأذن المغرب، ده اسمه وقت ضرورة عند زوال الموانع. صحيح هنا، هنا إيه؟ بتقع قضاء ولا إثم عليك، تقع قضاء ولا إثم عليك لأن في ضرورة منعتك، ضرورة شرعية يعني، زي في غزوة الخندق وغيره ده رجعت له، ده الشمس رجعت لسيدنا علي وسيدنا رسول الله، رجعت له بعد ما غربت. الراجل. لم تحدث لاحد من الصحابه الا سيدنا علي، وحدثت لسيدنا رسول الله، وحدثت ليوشع اللي هو يوشع بن نون عند فتح الارض المقدسه بعد التيه. وعلشان كده قالوا ان الحساب الفلكي كان دقيق جدا في حساب الشهور، فلما عادت الشمس بعد غروبها لرسول الله وسيدنا علي وليوشع اختلف اختلاف ضئيل، فيؤدي الى الخلاف في الحساب الفلكي، وعشان كده صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته افضل، عشان احنا مش عارفين قدر رجوعها بعد قد ايه، فاللي بيقعد يحسب بالحساب الفلكي ما يعرفش يخصم الفرق ده، يعني بعض الفقهاء نصوا على ذلك يعني، لكن الله اعلم. احنا على اي حال دلوقتي ماشيين في الامان، ليه؟ لان بيحسبوها فلكيا وبيبصوا برضه، يعني بيجمع بين الاثنين يعني، فدي ميزه كويسه. اما هو بيعتمد على الرؤيه اساسا، بس الحساب الفلكي بيستانس بيه، يعني حاليا اللي عليه المسلمين دلوقتي بيستانسوا بالحساب الفلكي، وبعدين بس برضه ايه عاملين رؤى يعني بيستطلعوا. فبيقول لك هنا وسابعا في وقت سابع تاني ما قالوش، وهو العذر، وقت العذر، اعني وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم، يبقى دي سبع اوقات. مش انت ما بتجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم، دي عصر برضو، فيسموه وقت عذر، كويس؟ عذر السفر. فلها سبعة أوقات كما في شرح الخطيب، وزاد بعضهم ثامنا. اوعى تفتكر الخطيب اللي هو بتاع الكورة، خطيب الشربيني، لأن دول بيتكلموا هنا من 200 سنة، المؤلف ده من 200 سنة، فهمت ازاي؟ لازم تعرف المعاصرة يعني. وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت الإدراك. وقد تقدم الإدراك أنه يدرك ولو ركعة قبل غروب الشمس، يبقى أدرك العصر أداء، يعني يسموه وقت إدراك. وقد تقدم وزاد بعضهم تاسعا وهو وقت القضاء، على قول ضعيف إن هي لو بطلت صلاته في أثناء الوقت وبعدين يعني أعادها، فالإعادة دي هل قضاء ولا هي أداء؟ الراجح أنها أداء مش قضاء، لأن الأولانية مش محسوب، لكن بيقول لك على قول ضعيف ان تبقى قضاء. قوله احدها، هيبتدي يفصل لك الخمس اوقات بقى. احدها اي احد الاوقات الخمسه التي ذكرها الشارح وقت الفضيله، اي وقت تحصل الفضيله على فعلها فيه، والمراد بالفضيله الثواب الزائد على ما يحصل بفعلها بعده، يعني هي ثوابها ازيد لو عملتها في الوقت ده عن ثوابها لو عملتها بعد الوقت ده، وهو فعلها اول الوقت. كان الأولى أن يقول وهو أول الوقت، لأنه بيتكلم على وقت، ليه يقول وهو فعلها؟ فهمت إزاي؟ ده كلام دقة المشايخ. مميزة القراءة في هذه الكتب القديمة بتعلمك العقلية الفارقة بين الأمور الدقيقة، فتبني فيك العقلية الفقهية، لأن الفقيه تلاقي يدرك
في الأمور المتشابهة أن هناك فارق يؤدي إلى فرق في الحكم بيدركه الفقيه دون غير الفقيه. الفقيه شايف كله يقول لك كله عند العرب صابون، لا عند الفقيه لا، مش كله صابون، في صابون بريحة وصابون من غير ريحة وصابون مش عارف ايه وكده، في انواع كتير. فهمت بقى المسألة؟ فالفقيه تلاقي ايه يدرك. وعشان كده الامام القرافي مؤلف كتاب مسميه الفروق، اللي يجيب لك الحاجات اللي هي متشابهة في الظاهر وحكمها مختلف. يوم يقول لك مثلا الذي يترك العلاج الى ان يموت والذي يترك الطعام الى ان يموت، الاول غير آثم والثاني منتحر. طب ايه الفرق؟ ما ده ترك حاجة مفيدة فمات والتاني ترك حاجة مفيدة ومات، ليه اختلف الحكم؟ فهمت ازاي؟ يجيب لك الفروق، يعني يجيب لك مسألة متشابهة. واحد الدكاترة قالوا له خد اول ما يجي لك ألم الذبح ده حط البتاع دي تحت لسانك والا قلبك هيقف. فقال قال يوقف في ده دكاترة جهلة يا عم مش هاخده، فما خدوش الدواء فمات. واحد تاني ترك الاكل والشرب الى ان مات، اللي ترك الاكل والشرب آثم لانه منتحر، واللي ترك العلاج لا يأثم. قال لك الفرق أن العلاج سنة وأنه مظنون النفع، وأن الطعام والشراب مضمون النفع. واخد بالك؟ مضمون النفع. فيبقى لما ترك المضمون المتكرر حدوثه المعتاد يبقى هنا خالف سنة الله، ولما ترك العلاج فخالف ايه طلب الدواء، وطلب الدواء للمريض سنة اصلا مش واجب، يعني لا يجب على المريض انه يذهب للطبيب، لا يجب، لكن يستحب. واخد بقى؟ يستحب له ان يذهب للطبيب لكن لا يجب عليه، بحيث لو ترك الطبيب لا يأثم. يعني افرض واحد جاله شوية صداع وقعد شهر كده بيقاوم وياخد اسبرين وما راحش للدكتور، نقول له انت آثم ليه ما رحتش للدكتور؟ ما بنقولوش آثم ولا حاجة. ولما يجي يروح للدكتور يقول له انت يا مجرم ما جيتليش ليه بقالك شهر بيجيلك صداع، يا مجرم يا قليل الادب ليه ما جيتليش من شهر وجيت لي متاخر، يقول له كده؟ ما يقولوش كده، لانه اصلا طلب العلاج مستحب. فهمت بقى المساله؟ لكن لو راح للطبيب وتارك الاكل بقاله اسبوع وشرب يقول له يا مجنون، بتحد يترك الاكل والشرب؟ يا مجنون يا قليل الادب، تعال هنا، ويروح مكتفه ومعلق له محاليل عشان ينقذه. انما لما يترك العلاج ما يقولوش كده. خدت بالك بقى الفرق؟ يبقى ادي معنى العقلية الفارقة اللي هي تفرق بين الامور اللي شكلها متشابه عند الناس. عشان كده تيجي الواحد اللي هو مش فقيه تيجي تشرح له التجارة واعمال الربا يقول لك ما هو شبه بعض اهو، ما هو زي بعض اهو، انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ اه، لانه مش عقليته فقهية، مش قادر يدرك الفرق الظاهر اللي بين الربا وبين البيع. قالوا انما البيع مثل الربا، مش كده برضه؟ لا، عندهم مش فقهاء. قال لك ده بيتاجر في سلعه عشان ينمي ماله، واحنا بنتاجر في المال بننمي المال، احنا الاثنين بننمي المال. انما البيع مثل الربا، مش كده برضه؟ قالوا كده. يبقى لازم الفقيه يبقى عنده عقليه فارقه يدرك الفرق بين الامور المتشابهه اللي يراها غيره. فلما بتقرا انت في الكتب دي بتبني فيك العقليه الفارقه، لكن دراسه الدين في كليات الازهر الان عن طريق المذكرات والبعد عن مثل هذه الكتب بتطلع واحد عنده ثقافة دينية لكن مش فقيه. ما تطلعوش فقيه. يوم ما يجي يعرض عليه مسألة جديدة تلاقيه مش عارف يفتي فيه. ليه؟ لأنه ما تربطش فيه العقلية الفارقة اللي بيها يميز بين إيه المتشابهات. فلابد إن يبقى فيه دراسة نصية أكتر من الدراسة النصية المقررة حاليا في الأزهر. يعني حاليا صحيح بيدوا في الأزهر دراسة اسمها دراسة نصية. ياخد كده 10 صفحات 20 صفحة من كتاب قديم عشان يدرسهم طول السنة. لكن المفروض ان تبقى الدراسة النصية اكتر شوي وتتقري كلمة كلمة، ويبتدي يشوف الشيخ يقول لك كان الاول يقول فالعصر بدل ما يقول والعصر علشان الواو تقتضي كذا والفاء تقتضي، يقوم يعلمه ازاي يميز بين الامور. انما لما يبقى واحد مش فقيه يقول لك يا عم انت هتقلب دماغنا، ما يقول العصر ولا فالعصر، احنا عايزين نعرف وقتها وخلاص. اه وخلاص، ده اللي بيبيع بليلة بقى، لكن مش اللي يبقى فقيه. فهمت المسألة بقى؟ علشان كده القراءة في مثل هذه الكتب هامة جدا لأي واحد يريد أن يربي عنده العقلية الفارقة الفقهية اللي بقى تديله الحس الفقهي عشان يعرف يتعامل مع العصر الجديد في إيه؟ في الأمور المستجدة، ويعرف يستنبط منها أحكام. فبيقول لك هنا إيه؟ وهو فعلها أول الوقت،
كلام حلو، لكن يقول لك بقى الشيخ ابراهيم البيجوري لانه متربي على العقليه الفارقه الدقيقه، لما قرا الكلام ابتدى يعلق، يقول لك ايه؟ كان الاولى ان يقول وهو اول الوقت، لان وقت الفضيله ليس فعلها. فهمت؟ انت بتتكلم على وقت الفضيله تقول لي هو فعلها، ده احنا بنتكلم على وقت تقول لي فعلها، ده اسمه كلام؟ افهم بقى المعنى. فيبقى هنا علمك حاجه بدقه في التعبير، ازاي تعبر عما تريده. لأن وقت الفضيلة ليس فعلها بل هو أول الوقت بمقدار فعلها وليس فعله. وما يتعلق بها، ما يتعلق بها يعني إيه؟ من وضوء، طهارة، واستنجاء، وستر عورة، سنة قبلية، أذان، إقامة، كل المتعلقات دي يدخل فيها وقت إيه؟ الفضيلة، كما سيأتي في المغرب. والثاني، كلام حلو ماشي حلو، قال أحدها وبعدين والثاني، قال كان المناسب لذلك أن يقول فيما تقدم الأول بدل ما يقول أحده، لأن لو كان أحدها يقول ثانيها، مش قال أحدها، يقول لي أحدها وبعدين يقول لي الثاني، ده اسمه كلام. شفت بقى العقلية الفارقة اللي هي اللي أنت شايفه كله شبه بعضه؟ لا مش شبه بعض، افهم المعنى. فعلشان كده احنا حريصين نقرأ في الكتب دي لهذا السبب. احنا كنا ممكن في قعدة واحدة نقول مواقيت الصلاة كلها، لكن مش هو الهدف كده. الهدف ان احنا ننشئ جيل جديد في هذا العصر يبقى مدرك واقع عصره الجديد المتغير مع العقلية الفارقة اللي كانت عند الفقهاء القدامى، لأن العصر محتاج فقيه بهذه العقلية علشان تقدر بقى تواجه العصر بالتجديدات دي كلها مع العقلية الدقيقة القديمة، تقوم تقدر تستنبط الأحكام. أدي المشكلة بتاعتنا اللي احنا عايزين نرجع لها. فعشان كده بيقول كان الأولى المناسب لذلك أن يقول فيما تقدم الأول، لكن الخط بيسير عدها له، الخط بيسير يعني المسألة مش صعبة أوي، عدها له يعني. لكن هو برضو قالها لك بأنها يسيرة، عايز برضو يبين لك إن أنا مصحصح، خد بالك. هو قايل أحدها، كان يقول ثانيها ويقول ثالثها ويقول رابعها. لا عايز تقول الثاني يبقى قول الأول، الثاني، الثالث، الرابع، امشي كده نمط واحد. والثاني وقت الاختيار، أي وقت يختار إيقاع الصلاة فيه بالنسبة لما بعد، يعني وقت يبقى أوسع من الصلاة نفسها ومتعلقاتها، أوسع من الصلاة بتاعتها كلها بمتعلقاتها، بحيث يقدر يوقع الصلاة في الجزء ده من الوقت ده، أو في الجزء ده من الوقت ده، أو في الجزء ده من الوقت ده. يسموه وقت اختيار لأنه أوسع من الصلاة ومتعلقاتها. إنما وقت الفضيلة على قد الصلاة ومتعلقاتها، فهمت إزاي؟ ده وقت الفضيلة. وقت الاختيار أوسع بقى منه، وسموه اختيار لأنه يختار أن يوقعها في أي وقت فيها، أي وقت يختار إيقاع الصلاة فيه بالنسبة لما بعده. وقال ابن دقيق العيد في الإقليد سمي بذلك لاختيار جبريل إياه، لأن سيدنا جبريل اختار أنه يوقع الصلاة فيها في أي وقت من هذه الأوقات، في الحديث المشهور اللي جاء سيدنا جبريل يعلم النبي مواقيت الصلاة فيه. قوله وأشار له أي لوقت الاختيار، وقوله بقوله أي المصنف، وآخره يعني آخر وقت الاختيار أي وقت العصر، وقول في الاختيار أي المنسوب إلى الاختيار، ففي بمعنى إلى متعلقة بمحذوف تقديره المنسوب إلى ظل مثلين، وآخره في الاختيار يبقى فيه هنا بمعنى إلى، يعني إلى الاختيار، يعني هو مختار إلى النهاية دي، إلى ظل المثلين. أي ينتهي إلى وقت ظل المثلين غير ظل الاستواء. الأحناف عندهم وقت العصر يدخل عند مصير الشيء مثليه، يعني الأحناف عندهم صلاة العصر بتاعتهم متأخرة عننا شوية، عن الشافعية والمالكية والحنابلة. صلاة العصر عندهم عند مصير ظل الشيء مثليه، خدت بالك؟ فيبقى هم عندهم مثلا بعدنا كده بساعة، ها؟ يكونوا عصروه جامد. اللي هو ايه عند وقت الاختيار عندنا؟ عند نهاية وقت الاختيار عندنا هو أول وقت العصر عندنا. يعني كل وقت بأذان، إعلان بأذان ولا؟ لو كل البلد أحنفت تلاقيهم يأذنوا كده. متأخر. أما تروح باكستان والحتة دي أنا رحت تلاقيهم يأذنوا العصر متأخر شوية. وتلاقي المسافة من العصر والمغرب بسيطة شوية، مش زي بلادنا. لأن هم أحناف صرف، ما يعرفوش الإسلام إلا الحنفي. ده أباً عن جدي يعني، متوارثينها كده. أيوه.
صلى الله عليه وسلم. ايوه ما هو علشان كده مكروه لكنه صلاته صحيحه. لا 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 لا، هو النقر، النقر هو الحرمه اللي فيها النقر، والكراهه فيها للتاخير، ولم نقل الحرمه لانها ما زالت اداء، لانها ما زالت داخل الوقت. وعلشان كده هنا الصلاه مكروهه بغير سبب في الوقت ده، بغير سبب. لكن هنا صلاه بسبب. هنا بسبب، لانه لم لا يعني بالنسبه للي ما صلاش العصر ما دخلوش وقت كراهه لسه. كل يوم كده قلة أدب، قلة ديانة يعني، قلة ديانة، بس هيفضل مكروهة برضه في حقه، مكروهة. احنا ليه قاعدين نحكم في الناس؟ مالناش دعوة الحكاية دي، نقول له يخشى عليه من النفاق، أنت ما تعملش كده. واللي يعمل كده تقول له صلاتك أداء، لكن ما تعملش كده، ما تضيعش وقت الفضيلة وتنصحه. يعني أنا قصدي ما تبقاش قاسي على الناس. افرض واحد كل يوم بيخلص شغله عند وقت الاستراحة، ما يعرفش يتوظف في العمل بتاعه عشان بيبقى لابس بدله وكرافته ومش عارف ايه، وما عندوش شبشب ولابس شراب، وموال عنده الوضوء بالنسبه له صعب، مش زيك انت تخش في اي حته ان شاء الله في الشارع تتوضا. في ناس عنده كده يعني لازم حمام مخصوص وشغلانه كده، في ناس كده متأنتك. فلما تيجي تقول له انت كده منافق وكده مش عارف ايه، هيكره نفسه مش كده برضه؟ فخلاص فتسيبه بقى في حاله، الحمد لله انه بيصلي. فهمت المساله؟ فالحكايه رحمه يعني. يعني احنا عايزين نتعلم الفقه لانفسنا اولا حتى ننجو، ثم بعد ذلك حتى نعذر الناس، ثم بعد ذلك حتى ننصح الناس، مش لنحكم بين الناس. خد بالك، مش عايزين نبقى قضاه، احنا عايزين نبقى دعاه وعندنا رحمه وشفقه. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، لو كان راح لك انت يا عبد الله كنت وديته في ده. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا لا استيقظ الا ان يلسعني حر الشمس، يعني يقوم الساعه 9 10 الصبح ما يقومش الفجر. قال اذا استيقظت فصلي الصبح. ما قالوش بقى ايه يعني هعين عليك حارس كل يوم يصحيك قبل الفجر علشان تيجي تصلي، ما قالوش كده. قال له اذا استيقظت فصلي. سهله؟ قال له يا منافق يا مجرم يا قليل الادب، ما قالوش حاجه. يخشى عليك انت لو عملت كده، هو لا، هو مش هيحصل له حاجه، ما تخافش عليه. يخشى عليك انت لو عملت كده. فهمت ازاي؟ يعني انت خاف على نفسك. لا حرام عندنا وتبطل، باطله لا تنعقد. ان يصلي في وقت الكراهه صلاه بلا سبب مطلق تطوع، يبقى هذه الصلاة باطلة لا تنعقد ويأثم إذا كان عامدا عالما بالتحريم. إذا كان عامدا عالما بالتحريم بهذه الشروط. لا ما احنا قلنا بقى بلا سبب. الثاني اللي دخل المسجد ده، عندنا الشافعية أجازوا الصلاة في وقت الكراهة بسبب سابق أو مقارن، أما سبب متأخر لا. يصلي سنة الوضوء، ما يبقى ليها سبب، بقت سنة وضوء. ده مذهب الشافعية، خد بالك، ده مذهب الشافعية، لأن الباقيين قالوا لا برضه، حتى ولا يصلي الجنازة في الوقت ده. يعني لو جاله ميت بعد صلاة العصر يأجله لحد المغرب ويصلي عليه. احنا كل الناس حتى في الحرمين بيصلوا بعد العصر الجنازة، فواخدين رأي الشافعية في صلاة الجنازة بالذات، مش كده برضه؟ وتيجي تقوم تصلي يروح مقعدك المطوع يقول لك اقعد اقعد وقت قراءة. الله، طب ما احنا لسه مصلين الجنازة. طب ما احنا شافعية. طب ما انا لسه متوضي هصلي سنة الوضوء. فهمت ازاي؟ يعني المفروض الداعية لا يلزم الناس على مذهبه. خد بالك. يعني انت اعرف مذهب امشي عليه وما تلزمش الناس كلها على مذهبك. طالما في مذهب يبيح خلاص. علشان كده انا اروح مثلا عند الروضة الشريفة، ربنا يجمعنا هناك، تيجي مثلا بعد العصر اتوضيت عايز اصلي ركعتين سنة وضوء. يعني الراجل لازم يقعدني. انا بقى بقول له انا مذهبي كده يا اخي، مذهبي كده الله اكبر، عشان ما جادلش بقى في وجود النبي. يعني اقول له مذهبي كده واروح الله اكبر، عشان لاني دخلت في الصلاه ما كلمنيش. فما بقوش يكلموا شويه المصريين،
ما بقوش بعد كده يكلموا المصريين، يكلموا بقى ايه الغير المصريين، لانهم يعني ما بيرضوش ينكفوه، يقعدوا خلاص. ده احنا عندنا يجوز مطلق التطوع اذا شرف المكان او شرف الزمان، كمان في مذهبنا حتى في وقت الكراهه، اذا شرف الزمان او شرف المكان تزول الكراهه مطلقا ويجوز مطلق تطوع. زي يوم الجمعه، يوم الجمعة لك أن تتطوع ما شئت حتى خروج الإمام لإيه على المنبر، ومعلوم أن وقت الزوال في وقت كراهة، في سائر الأيام إلا الجمعة. قال لك لشرف الزمان. وشرف المكان في الحرمين. حرم المكي والحرم المدني، ده شرف المكان. وكذلك المسجد الأقصى. فيبقى يجوز تصلي فيها ما شئت، في أي وقت شئت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحد يصلي في بيت الله في ساعة من ليل أو نهار، قال لهم كده لبني شيبة اللي هم كانوا قائمين على الكعبة في عصره، قالوا لا تمنع أحد يصلي في بيت الله في ساعة من ليل أو نهار، يبقى استثنى. وبعدين أدي الحرم، وبعدين طب الحرم المكان المدني، لأن الرسول قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأشد، فصارت اندرج حكمها عليها برضه. أدي رأي الشافعية، عشان كده تروح أنت في الحرمين صلي ما شئت خلاص، يجي يكلمك يقول له انا شافع. ايوه شفت بقى. فالمهم ايه هنا بيقول لك اخره اي وقت العصر، وقوله فيه الاختيار اي المنسوب الى الاختيار، ففي بمعنى الى متعلقه بمحذوف تقديره المنسوب الى ظل المثلين، اي ينتهي الى وقت ظل المثلين غير ظل الاستواء ان كان عنده ظل، ان كان عنده ظل يعني في الاستواء، فيستمر وقت الاختيار إلى ذلك اللي هو المثلين، وإن دخل مع وقت الفضيلة، لأن وقت الفضيلة واخد جزء من وقت الاختيار برضه. وقوله والثالث وقت الجواز، أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه فلا إثم فيه، لكن بكراهة، لأنه ذكر وقت الجواز بلا كراهة بعد ذلك، ولم يراعي الترتيب يعني. وكان الأولى العكس، لأن وقت الجواز بلا كراهة يدخل بأول الوقت كوقت الفضيلة ووقت الاختيار، ثم ينتهي وقت الفضيلة أولا، ويستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ويستمر وقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ماشي وقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار، وشامل في الجزء الأولاني بتاع وقت الاختيار ووقت الفضيلة. فالثلاثة تدخل معا، اللي هو وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة تدخل معا، وتخرج متعاقبة، يخرج وقت الفضيلة الأول، وأن يخرج وقت الاختيار الأول بعديه عند ظل الشيء مثليه، وبعد كده عند الاصفرار ينتهي وقت الجواز بلا كراهة. ووقت الجواز بكراهة يبتدي بعديها بعد الاصفرار. إن وقت الجواز وقت الاختيار ينتهي إلى ظل الشيء مثليه. إن سيدنا جبريل ما أخرش صلاة العصر عن الوقت ده، فسموه اختيار، جاء أول الوقت وجاء عند ظل الشيء مثليه تاني يوم، ما صلاش في وقت الاصفرار، وقال بين هذين وقت، واخد بالك؟ فالاختيار سيدنا جبريل قالوا ده وقت الاختيار، لكن بعد كده معروف إن وقت المغرب عند غروب الشمس، وان الفرد مستمر الى، فقالوا يبقى الباقي ده وقت ايه جواز، وبعدين الاصفرار، واخد بالك؟ قالوا ايه بلا كراهه بعد الاصفرار بكراهه بس. وقت الجواز بكراهه، فيدخل وقت الجواز بكراهه ويستمر حتى يبقى من الوقت ما يسعها، يبقى يستمر بعد الاصفرار وقت الجواز بكراهه لحد ما يبقى فاضل وقت قد 4 ركعات عصر بس. كويس؟ ومعنى كونه وقت جواز بكراهة أنه وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه مع كراهة التأخير إليه، مع كراهة التأخير إليه. وأشار له أي لوقت الجواز، وقول بقوله أي المصنف، وفي الجواز أي بكراهة كما حمله عليه الشارح، وإن كان كلام المصنف صادقا بالجواز بلا كراهة أيضا، لأن قوله وفي الجواز إلى آخره عبارة مجملة صادقة بوقت الجواز بلا كراهة وبالجواز بكراهه، يعني ما يقول لك الجواز بس ويسكت، يبقى يشمل اللي بكراهه وبغير كراهه، لانها مطلقه.
وقوله إلى غروب الشمس أي وإن تأخرت لعارض، وإن تأخرت الشمس لعارض عن الغروب، والمراد الغروب الذي لا عودة بعده. فلو عادت بعد غروبها، بيدي لك المثال هنا علشان عادت بعد غروبها لسيدنا علي وسيدنا رسول الله، تقول لك طب حكمها إيه لو عادت بعد غروبها؟ واحد صلى المغرب أول ما غربت الشمس، وبعدين عادت بعد غروبها، وبعدين تغرب تاني، عيد المغرب تاني، طب وكان صايم أفطر، يبقى حكمه إيه؟ فهمت إزاي؟ أمثلة بتربي فيك العقلية الفقهية، بالرغم أن الحاجات دي مش هتحصل تاني، وقد تحدث أيام الإيه المسيح الدجال، لأن هيقعد برضو في فترات كده زي ما قلنا قبل كده أيام طويلة وحاجات من دي. فهو عايز يربي فيك العقلية الفارقة. وبرضو أنت ممكن تصلي المغرب في إيه في مصر، وتركب طيارة في اتجاه الشرق، في اتجاه الغروب، في اتجاه الغروب تجري 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 بالطيارة، تنزل تلاقي الشمس يا دوب بتغرب، وانت مصلي المغرب بقالك 3 ساعات. طب تنزل تصليها تاني ولا ما تصليهاش؟ طب كنت صايم وافطرت، طب هل تفطر تاني ولا تعيد اليوم؟ كل ده ممكن يحصل. يبقى المسائل دي كلها ما تفتكرش انها تضيع وقت، ده دي بتربي فيك العقلية الفارقة اللي بيها تعرف تميز الاحكام عند تغير الاحوال. تلاقي النهار طالع، اي هيقول لك هنا، هيقول لك هنا. فممكن تصليها انت في مطار القاهره مغرب، يعني خلينا القاهره او لندن فرانكفورت اي حته، وبعدين تفضل ماشي توصل هناك تلاقي نهار لسه بيصلين العصر، طالعين من صلاه العصر وانت بتصلي المغرب. فهمت بقى المساله؟ فبتحصل يعني. وفي العكس في الشروق، في الشرق تلاقيهم ايه عدوا كذا صلاة، عدوا عليك كذا صلاة، فهيقول لك هنا تعمل ايه. فلو عادت بعد غروبها تبين بقاء وقت العصر، ففعلها حينئذ اداء، وتبين عدم دخول وقت المغرب، فيجب على من صلاها اعادتها بعد الغروب. يبقى لما توصل امريكا لقيت المغرب غربت، الشمس غربت، عيد مغرب تاني، صلي مغرب تاني كويس، وانت مصليها بس صليها تاني انا مغرب. فهمت؟ هيقول لك في الصيام. ويجب على من افطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي. المحشي اللي هو البرماوي كان عامل ايه، مش المحشي، المحشي. ونقل، اصل المصريين يحبوا المحشي. ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم، يبقى الشيخ سلطان قال لك لا، لا يجب قضاء الصوم، لكن عليه انه يبقى يفطر تاني ما يجراش حاجه، لانه اللي كاله ساعه ما غربت الشمس كانه ناسي، والواكل ناسي عندنا كعند الشافعيه يعتبر صائم كويس. ده الشيخ سلطان يعني برضه راي جميل. ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم لان هذا بمنزله من اكل ناسيا، ويجب عليه الامساك اتفاقا. ولا يخفى ان في عباره المصنف تسمح. يبقى بالنسبه للصيام في رايين، راي يعيد وراي ما يعيدش اعتبارا ناسي. لكن افرض انك انت افطرت عند غروب الشمس وانت في رمضان في المطار اللي احنا قلنا عليك هتركب الطياره فيه، وان ركبت الطياره فضلت ماشي وصلت لقيت لسه في نهار فاضل ساعه ولسه تغرب، يجب عليك الامساك قولا واحدا، يجب عليك الامساك قولا واحدا، لانك في رمضان والشمس لسه ما غربتش. طب واللي كلته قبل كده كانك كنت ناسي، ولما تغرب تبقى ايه افطر تاني. فهمت بقى؟ ده راي الشيخ سلطان، ده راي جميل برضه. لا لا، اصله هو مرتبط هنا بالمواقيت دي كلها، فعنده على راي الشيخ سلطان يفطر هنا ويفطر هنا سهل، ويبقى صيامه صحيح. بدل ما يقعد يقيس، اصل هيقيس يبقى معناه ايه؟ هيروح هناك ياكل والشمس قدامه طالعه، وانت في رمضان ازاي؟ يقول اصل انا فطرت من ساعه، ما ينفعش، غير مدرك. دول بيقيسوا بقى لان الثانيه ما بتغربش، لكن هنا هتغرب. هي مش بتغرب في امريكا؟ يبقى بتغرب، يبقى انا ازاي اكل وهي ما غربتش اقول ان انا اصل انا قايم من لندن؟ الثاني هيحسبها
يا إما لأقرب بلد إسلامي فيها بتغرب الشمس، يا إما على بلد البيت الحرام مكة. هو أصلا مسافر له أن يفطر، يعني عجزنا خلاص مسافر، مسافر خلاص يفطر ويبقى يعيد لأنه عنده عذر، خلاص يمشي على رأي الشيخ سلطان. وهو لو امتنع عن الطعام 18 ساعة مش هيموت، مش هيموت. يعني ده كان الصحابة بتواصل والرسول نهاهم عن الوصال، دليل ان الانسان عنده امكانية يواصل. ده كان في الاول كده، ده في الصيام في اول الامر كده لحد ما نزل. ايوه وبعد كده اتغير الحكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. نعم. ويجب عليه الامساك اتفاقا ولا يخفى ان في عباد، يعني يجب عليه الامساك اتفاقا اول ما يوصل وهي الشمس لسه ما غربتش، او غربت وطلعت تاني يروح مبطل اكل بقى لحد ما تغرب تاني. ولا يخفى ان في عباره المصنف تسمحا، لانه لا يدخل فيه وقت الحرمه ووقت الضروره الا ان يجعل على تقدير مضاف، الا ان يجعل على تقدير مضاف اي قرب غروب الشمس، لان قال وقت جواز الى غروب الشمس. قال لا، لأنه يدخل فيه وقت الحرمة اللي هو وقت يسعها بس دخل فيه، فده ليه خلاه جائز؟ ده حرام انه يؤخره. ووقت الضرورة اللي هو عند زوال المانع ويبقى قدر تكبيرة الإحرام، إلا أن يجعل على تقدير مضاف أي قرب غروب الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسعها. والرابع وقت جواز بلا كراهة، كان الأولى جعله الثالث وجعل وقت الجواز بكراهة الرابع كما تقدم التنبيه عليه، فالشارح عكس الترتيب الخارجي والذي دعاه إلى ذلك قول المصنف إلى غروب الشمس أي إلى قرب غروبها كما مر، وهو من مصير الظل مثلين أي غير ظل الاستواء، وظاهره أن وقت الجواز بلا كراهة ابتداؤه من مصير الظل مثلين، ابتداؤه من مصير الظل مثلين، مع أنه يدخل من أول الوقت كما تقدم، ولعل مراده أن يكون منفردا من مصير الظل مثلين، فلا ينافي أنه يدخل من أول الوقت لكن مع غيره اللي هو الوقت الجواز بلا كراهة، من أول الوقت إلى الاصفرار أي اصفرار الشمس كالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به، ولذلك قال بعضهم منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، يعني منع البقاء يعني الدوام، ان الانسان يعني يدوم في الحياة الوقت التغير تقوم تكبر ويجي عليك ليام وتهرم وتنتهي، واخد بالك؟ ده يبقى الوقت والزمن منع ان الحياة تبقى باقية خالدة، وعشان كده في الجنة تلاقي ما فيش زمن، لا شمس بتطلع ولا فيها زمهرير ولا ليل ولا نهار ولا حاجة خالص، عشان كده تفضل سنك 33 ما تكبرش، ما فيهاش زمن، خدت بالك؟ فلما يتوقف الزمن وبيعملوها الوقت شوية أفلام كده في الخيال العلمي، إن يوقفوا الزمن على 1000 سنة، وبعد 1000 سنة يشوف الدنيا اتغيرت وهو زي ما هو سنه زي ما هو، مش كده برضه؟ أو يرجع الزمن، ساعة كلها خيال علمي، أو يخترق حاجز الزمن، كل ده خيال علمي، واخد بالك؟ يا إما للماضي أو للمستقبل. كل ده خيال علمي. يود احدهم لو يعمر 1000 سنه. ايوه. ايه من العذاب. والخامس وقت تحريم، ونقف عنده ونكمله ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.